في مسج تانية بتقول: دكتور أنا عندي انفلونزا من نهاية شهر يناير ولحد دلوقتي عندي رشح، وأنا مش باخد كومتريكس عشان الضغط عالي. يعني عايزه حاجه للرشح المزمن يعني. بس من نهايه شهر يناير ده بقالها كتير. تمام. هي عاده ممكن تكون حساسيه انف، فنصيحتي ليها انها تاخد حاجه من الحاجات اللي هي مضادات الحساسيه اللي هي الجيل الثالث، تاخد حاجه زي ليفوهستام او لارجي كير او ليف 6 اقراص قرص كل يوم بالليل، ده اساسي. ده ما بيأثرش على الضغط نهائيا، تاخده بمنتهى الامان مفيش مشاكل. وتاخد معاه كمان في بخاخ، بخاخات الانف، يا بخاخه اللي هي ماء البحر زي فيزيومير او ماريمير، او في جل في الصيدليه اسمه جيلينوز جل، 3 مرات في اليوم هيفرق معاها ان شاء الله.